وقال قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك الهادي البشير الأمين. إخوتي الكرام، اعلموا أن الله من علينا بهذا الأمن وهذا الاستقرار، فلنحمد الله في كل وقت وحين، ولنجازي بأن يكون شكر النعم كما قال تعالى على لسان بني داود وآل داود: اعملوا آل داود شكرا. شكر النعم وشكر الأمان أيها الكرام، أن تكف عن الذنب، أن تكف عن المعصية، أن تكف عن نقض عهدك مع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عينا للقوات الأمنية بما يرضي الله، لا أن تكون كالمخبر السري الذي كسر رقاب عباد الله المظلومين. ورسالة إلى قواتنا الأمنية: اعلموا أن القاعدة الشرعية تقول أن الله ليقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويطمس دولة الإسلام إن كانت ظالمة. فالعدل هو أساس الملك، وهذا ما مكتوب على عرش الرحمن، ورأس الحكمة مخافة الله تعالى. لذلك إلى قواتنا الأمنية، إلى القضاة والمسؤولين، أن إقامة الحق وإقامة العدل هو أساس لحفظ الأمن والأمان. ولذلك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك اسرعوا بإصدار العفو عن المظلومين لا عن المجرمين والإرهابيين. اسرعوا بإرجاع الرجال الذين ذهبوا بجريرة تحقيق ظالم أو مخبر سري لا يخشى الله. اللهم يا رب العرش العظيم، يا أقوى من كل قوي، يا قادر ونحن الضعفاء، يا غني ونحن الفقراء، اللهم نصرك الذي وعد، يا رب نصرك لعبادك المستضعفين. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم فرج ما أهمنا، اللهم يا من كفايتنا بين يديك وعلمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا. يا الله يا الله يا قويا على كل متجبر، اقصم ظهر المتجبرين واطمس على الظالمين. يا رب، من سلب أموال العراق ومن تسبب بقطع رزق الفقراء، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من ظلم الأبرياء ومن أودعهم السجون بلا ذنب، خلصنا من شرورهم. اللهم فرج عن المعتقلين الأبرياء، يا رب ارحم أمواتنا المغيبين ممن اختطفوا في الصقلاوية والرزازة وغيرها، يا رب رد كل مغيب لأهله سالما، وإن كان ميتا فارحمه وارحم حال عياله. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا، ورد بالسلامة غائبنا. يا رب، من أنشأ هذا المكان وعمل ويعمل لوجهك من خير وإحسان، جازه بالإحسان إحسانا، والسيئات عفوا وغفرانا. يا رب انصر قواتنا الأمنية، اجعلهم سورا للوطن، عينا لحفظ الأمن والأمان، سيوفا على الظالمين، سيوفا على الإرهابيين، سيوفا على المسؤولين الفاسدين. لا تجعلهم على رقاب المظلومين المستضعفين مسلطين. يا رب خلصنا مما ضرنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا.
منا وأنت علينا قادر. يا بركة الله، يا بركة الله، رفقا بالفقراء، رفقا بالمظلومين، من فقدت ابنها وزوجها، من جرح وقطع راتبه، عليك بالظالمين يا رب. اللهم ارحمنا رحمة منك، رحمة عامة، رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. آمين آمين والحمد.